أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: لقد نذرت نذرا إن فعل لي أخي أمرا أريده بأن أعطيه مبلغ 2000 ريال. لقد إيش؟ نذرت نذرا. نعم. إن فعل لي أخي أمرا أريده بأن أعطيه مبلغ. إن فعل لي أخي أمرا أريده. أريده. نعم. نعم. إن فعل لي أخي أمرا أريده بأن أعطيه مبلغ 2000 ريال. فقال لي أو فعل ثم أعطيته 1500 وبعد فترة أعطيته 500 ثم رفض أن يأخذها وحلف بأن لا يأخذها وقال لي أنت تتصدق بها علي، فما هو الحل؟ هذا نذر مباح إذا كان أخوك غني، إذا كان أخوك غني ونذرت أنك تعطيه كذا وكذا فهذا من نذر المباح، تخير بين فعله وبين كفارة يمين. أما إذا كان أخوك فقيرا تحل له الصدقة ونذرت أنك تعطيه فهذا يلزمك الوفاء، لأن هذا نذر طاعة، الصدقة طاعة عبادة، فيلزمك الوفاء بالنذر وتعطي أخاك الفقير ما نذرته له. نعم.